من ريف إدلب إلى ريف حماة الغربي، نحن الآن بالقرب من مدينة قلعة المضيق والذي تعرضت لقصف مدفع وصاروخي عنيف مصدره قوات النظام في مدينة الصقلبية والكريم، أيضا مما تسبب لسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأيضا حالة من القلق والخوف لدى المدنيين مما تسبب أيضا نزوح معظم الأهالي إلى الشمال السوري. تعرضت قرى وبلدات ريف حماة الشمالي والغربي لقصف عنيف من قبل ميليشيات النظام، ومنذ أسبوع وحتى الآن ما زال مستمر هذا القصف. ازدادت حدة القصف العنيف والممنهج والعشوائي على التجمعات المدنية والمدنيين في مدينة قلعة المضيق خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهالي قلعة المضيق. تقدر نسبة النازحين بحدود 50% من أصل العائلات المقيمين في قلعة المضيق. قسم من النازحين لجأوا إلى قرى ريف إدلب الجنوبي، والقسم الآخر نزحوا باتجاه المخيمات ومناطق الشمال السوري. طبعا هذا القصف والتصعيد من قبل ميليشيات النظام والقوات الروسية يقصد به الضغط على المدنيين وإجبارهم على النزوح وترك المنطقة. نحن كفرق دفاع مدني قمنا بإسعاف بعض المصابين الذين استهدفتهم الحواجز المحيطة بقلعة المضيق والقرى المجاورة، واستشهاد شخص من مدينة كفر زيتة كان مقيم في قلعة المضيق، واستشهاد امرأة في قرية أتويني. لقد قمنا بإسعاف المصابين وإسعاف الشهيد، تم نقلهم إلى أقرب مركز طبي، ولكن واجهنا صعوبة في الوصول إلى المكان بسبب القصف الهمجي الذي تم من قبل الحواجز القريبة من القرى والبلدات. يا أخي، في قصف عنيف على منطقة قلعة المضيق وما حولها وجبل شعشبو. في عالم خيو ما عنده يعني حق أجار سيارة لحتى تطلع، في عالم ما عنده حق خبز، في عالم ما عنده حق أكل، يعني في يعني وضع سيء كتير كتير.